في هذا الشرق المنطقة دي. ومش بس كده، وهناك خطوط غاز بدأ الحديث الناس تتحدث بها قادمة إما من أواسط آسيا إلى أوروبا، إما من القوقاز، منطقة القوقاز وجمهوريات القوقاز وأذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا والبحر الأسود، إما من الساحل الشرقي للبحر الأبيض سواء إسرائيل أو مصر أو قبرص إلى أوروبا. إلى أوروبا، إما من ليبيا والجزائر. هناك أفكار تتردد لأن الغاز الجزائري ما زال لا يرسل به أو يصدر به الأنابيب، يصدر فيه السفن، وبالتالي المنطقة بتتعرض لجذب